تقدر السيده ما تعجبهاش ما تاخذهاش تبقى ليا انا. دونك شنو غيوقع؟ صافي غتكون تبيري ما عندي واش انا غادي نبيعها هكاك؟ لا ما يمكنش. انا ملي تيجي عندي شي واحد تيقول لي عطيني نجرب راه ما كنبغيش، باش نكون صريحه واضحه، اللي بغى يبغي اللي ما بغاش ما يبغيش، هذه هي الحقيقه وهذه هي الخدمه. ماشي انا نعطيك تجربي وما تاخذيهاش تجي عندي وحده اخرى مسكينه تاخذها بالفلوس ونعطيها لها انا تبيري، ما حشومه. يعني اي منطقه عندك في الجسم ديالك فين ما في الركبه في العنق في اي بلاصه تقدري ديري هذا المرطب هذا اللي هذا الغسول هذا غادي يرحموني عليه. الناس اللي عندهم بشره جافه، اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كديري لاباس عليكم؟ اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي، ومرحبا بالناس الجديده اللي انضمت عندي القناه. كنقول لكم مرحبا بكم اللي خطيكم ليا. دونك اللي كيشوفني لاول مره كنقول لكم ما تنساوش انكم تابونوا في داك الضغط اللي كاين اسفل داك الزر اللي كاين اسفل الفيديو باش هكا يبقى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على ثلاثه ديال المنتوجات ديال سيغاف اللي خاصين فقط بالبشره الجافه. اما كنعرفوا ان سيغاف ولا سيغافين كما واحد شنو تيقول ليها، هاد الماركه هادي مؤخرا دارت واحد الضجه ولكن تستاهل، لانها فريمون شي حاجه اللي واعره واعره واعره، واهم حاجه انها خاليه من المواد المضره والمسرطنه للبشره، مثلا البارفان السيليكون البارابين وبزاف وزيد 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 بزاف ديال المواد اللي كتكون مضره للبشره ديالنا حنا كنستعملوها، اللي كتكون داخله في بزاف ديال المساحيق ديال التجميل او المواد ديال التجميل واخا كتكون من البارا ولا من الفرماسان تيكونوا داخلين فيها هاد المواد هذا. فاليوم غادي نوريكم اول حاجه اللي هو واقي شمسي اللي عمري ما هضرت عليه في القناه ديالي، واخيرا غيشرفنا هنايا في القناه اللي هو سيغاف. ها نتوما ديجا غنخلي لكم الصوره ديالو هنايا ولا شي فيديو باش يبان لكم مزيان مزيان، اما هكا راه عارفه بلي ما كيبانش. المهم البنات كما قلت لكم هذه ايكرون وفي نفس الوقت مرطب، ما عرفتش قلتها لكم ولا لا لان كيدخلوا الناس كنقطع الفيديو ف كنبغيش نعاود من الاول لان كنعيا كل مره كيدخل شي واحد كنقطع وكنعاود كنعيا. فالمهم هذا واقي شمسي وفي نفس الوقت مرطب، صالح للناس اللي عندهم بشره عاديه والناس اللي عندهم بشره جافه. الناس اللي عندهم بشره دهنيه اولا مختلطه ومايله للدهنيه ما ديروش، غينوض لكم الحبوب، يقدر يدير لكم المسام ولا شي حاجه اللي ما تعجبكمش في البشره ديالكم، هذا زوين 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 بزاف. ولكن الا بغيتوه الناس اللي عندهم بشره دهنيه خدود ديال البشره الدهنيه راه كاين دابا، هذا اللي عندي دابا حاليا خاص بالناس اللي عندهم بشره جافه، راه غنكون خليت لكم الصوره ديالو هنايا باش تشوفوه. الناس اللي عندهم بشره جافه ملي كيبغيو يديروا شي ايكرون ولا كيبغيو يديروا شي فون دو تان ضروري من الترطيب، كترطبي البشره ديالك هي الاول، لان البشره الجافه ملي كتجي ديري فوق منها واقي شمسي اولا ملي كتجي ديري فوق منها فون دو تان كتبان لا علاقه، يعني وجهك كيبان يابس بزاف وخصوصا ديك الفون دو تان، يعني راكم عارفين الاضرار ديالها كتزيد تنشف لك البشره، فضروري كديري مرطب عاد كديري فوق منه الفون دو تان ولا عاد كديري الواقي الشمسي بطبيعه الحال الا ما كانش كيحتوي على الترطيب. هذا اللي غادي نهضر لكم عليه اليوم هذا كيحتوي على الترطيب، يعني مرطب وفي نفس الوقت ايكرون، غادي يغنيك على ديك القضيه ديال عاد ديري الترطيب وعاد ديري من فوق منه الواقي الشمسي، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف وثمنه جد مناسب. في الباغا داير شي 110 درهم ولا 120 درهم، وفي الفرماسيان داير 114 درهم، يعني شي حاجه اللي واعره واعره. واهم من هذا الشيء كيحتوي على فيتامين او اللي كيعطيك واحد التبييض، يعني كيفتح لك اللون ديال البشره، كما كنعرفوا ان فيتامين او كيفتح اللون ديال البشره، كيحميك من التجاعيد وكيرطب البشره وكيحيد لك هذوك التجاعيد الرقيقه اللي تيكونوا حنايا ما كنشوفوهمش، كيحيدهم لك فيتامين او. ولكن ماشي تسمعيني قلت لك راه كيحيد التصبغات وكيبيض البشره يحسبك راه غيبيض لك البشره، يعني انت يا سمراء غيردك بيضاء اولا انت فيك الكلف غادي يحيدوا لك، راه الكلف اللي تيكون قديم والتصبغات القديمه راه ما كيحيدهمش، يحيد هذاك الشيء الخفيف بزاف. هادشي باش نكون واضحه وصريحه معاكم، ما كيعجبنيش الكذوب انا في الفيديوهات ديالي، هذا كيحيد لك هذوك الحروق السطحيه اللي كتكون هكا خفيفه ديال الشمس، مثلا خرجت شي بلا ايكرون حرقات لك البشره ديالك ولا شي حاجه كيحيدهم لك هاد البرودوي هذا. يعني صراحه عجبني 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 بزاف، واهم حاجه هو انه فيه 50 بلس ديال الاس بي اف اللي كيشكل واحد الحاجز ما بين البشره ديالك والاشعه ديال الشمس، يعني الاشعه ديال الشمس ما عندها منين تدوز لك. صراحه زوين بزاف بزاف عجبني وثمنه مناسب، يقدروا يستعملوه الناس اللي عندهم بشره جافه. وغادي نوريكم البنات كيفاش داير من الداخل، هذا كيلق حتى للدراري ماشي غير البنات، هانتوما طبيعه الحال ما كنبغيش انا نحلهم لان كل ايكرون كتكون عندها مده الصلاحيه ديالها، بحال دابا هذه الا حليتيها كتبقى عندك عام 12 شهر بقالك فيها كتلوحيها ما بقالكش كتشري وحده جديده بطبيعه الحال. انا ما كنبغيش نحلهم لان واحد المشكل كيوقع كتجي شي وحده تقول لك عطيني نشوف لاتانت وهذا نشوف واش تجي معايا ولا، ما كنبغيش انا صراحه باش نجيكم صريحه، لان الا جات وحده وحليت لها انا ودرت لها شويه في يديها
صافي راه تبيريمات الضرب عندي عام ولا 6 شهور صافي خصني اللوحه. فهمتي راه كيف ما انتي كتاخديها وكتقول لك كيقولوا لك ملي غتحليها كتبقى عندك عام، راه ملي كتحليها كتبقى عندك عام. انا الا حليتها للناس وعطيتهم باش انهم يجربوا في يديهم ولا في البشره ديالهم كيفاش، تقدر السيده ما تعجبهاش ما تاخذهاش تبقى ليا انا، دونك شنو غيوقع؟ صافي غتكون تبيريمات عندي. واش انا غادي نبيعها هكاك؟ لا ما يمكنش. انا ملي تيجي عندي شي واحد تيقول لي عطيني نجرب، راه ما كنبغيش، باش نكون صريحه واضحه، اللي بغى يبغي اللي ما بغاش ما يبغيش، هذه هي الحقيقه وهذه هي الخدمه. ماشي انا نعطيك تجربي وما تاخذيهاش، تجي عندي وحده اخرى مسكينه تاخذها بالفلوس ونعطيها لها انا تبيريمه، راه حشومه. وهذا الشيء كيوقع حتى عند مالي الماكياج. وعليكم السلام. الا ديك راه مقطوعه ما كايناش. الناس كيوقع بزاف عند مالي الماكياج، كيعطيوك كتجربي تيقولك واش جربي وانت ديري في يدك وشي واش شواتيك ولا لا. والصراحه فاش كتجي شي وحده اخرى تاخذها كتاخذها بيريم، هادشي اللي كاين. وراه فيها البنات 52 ميلي، يعني راه فيها واحد الكونتيتي غتجيبكم موده. فوالا دابا غادي ندوزو للمرطب. هذا المرطب هذا تقدري ديريه لوجهك، تقدري ديريه ليدك، تقدري ديريه لرجلك، المهم اي منطقه عندك، ماشي ضروري الوجه واليدين والرجلين، يعني اي منطقه عندك في الجسم ديالك، فين ما في الركبه في العنق في اي بلاصه تقدري ديري هذا المرطب هذا اللي غادي نخلي لك الصوره ديالو هنايا. هذا حتى هو خاص بالناس اللي عندهم بشره جافه، حتى هو راه كاتبين لكم هنايا، ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا، خالي من البارفان، يعني ما فيش رائحه نهائيا. صراحه راه زوين هذا بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم داك الجفاف الشديد. بالنسبه للثمن ديالو البنات داير 80 90 95، يعني كل بارا وشحال كتبيعوا، يعني انا عطيتكم بالتقريب، ولكن راه ما كيفوتش 100 درهم نهائيا. يعني شي حاجه اللي زوينه 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 بزاف الجفاف البشره في اي منطقه عندك في لوكور ديالك، ماشي ضروري الوجه. دابا غادي ندوزو للغسول. هذا الغسول هذا غادي ترحموني عليه الناس اللي عندهم بشره جافه، انا كنستعمل نفسه ولكن ديال اصحاب البشره الدهنيه. صراحه زوين، كيحيد الحبوب، كينقي من الاعماق. هذا كذلك ديال اصحاب البشره الجافه، كيرطب لكم البشره، يعني ملي كتغسلوا به كتحسوا بان البشره ديالكم نقيه نقيه وفي نفس الوقت رطبه. هذيك الرطوبيه كتدوم لواحد المده اللي هي طويله. كتغسلي به جوج مرات في النهار، لا اقل ولا اكثر، جوج مرات. فيها البنات 236 ملي. الشيء هذا انا كناخذ قدو ديال البشره الدهنيه وكيجيب لي واحد المده، وكنغسل به انا واختي بجوج، وكيجيب لنا مده اللي هي طويله. يعني راه كديري غير شي شويه وراه كيرغوي وكيغسل مزيان، كينقي من العنق، شي حاجه اللي واعره 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 بزاف. الثمن ديالو ما كيتعداش 100 درهم، 90 95، انا كناخذو 95 درهم. اليوم شاركت معكم المنتوجات ديال سيغاف الخاصه بالبشره الجافه. ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر غادي نشارك معكم المنتوجات الخاصه بالبشره الدهنيه، ولكن اي حاجه قلتها في هذا الفيديو هذا راه كتنطبق حتى على البشره الدهنيه، غير هو ملي تمشيو للبارا في عوض هذا ديال البشره الجافه غتقولوا يعطيكم ديال البشره الدهنيه. والناس اللي عندهم بشره جافه غتاخذوا هذا، نيت هذا غزال بزاف بزاف، ليكرون حتى هو غزال، يعني كترطبي وكتحمي البشره ديالك من الاشعه ديال الشمس. هذا راه كيقضي على الجفاف في اي منطقه عندك في لوكور ديالك، وجهك يدك رجلك لوكور ديالك كامل. هادشي اللي كاين غزالات ديالي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم، وتهلاو لي فراسكم مع فيديو جديد. السلام عليكم.